يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أحيانا يطلب مني والدي مبلغا من المال ولا أستطيع أن أوفر له المبلغ الذي طلبه في بعض الأحيان، فيدعو علي بعدم التوفيق. يقول علما بأنني إذا تمكنت من تحصيل المبلغ أعطيته سريعا. السؤال، هل في هذه الحالة تقع الدعوة علي إذا دعا؟ أنت معذور عند الله سبحانه وتعالى، ولا تقع الدعوة، هو المخطئ يدعو عليك بشيء لا تستطيعه، هو المخطئ. نعم.